عبثا تحاول الحكومة في بغداد احتواء التظاهرات تلك التي تحولت لثورة عارمة أطفأت كل النعرات الطائفية والنزعات العشائرية التي لطالما لعب النظام السياسي على أوتارها لتجاوز مطالب الشارع الغاضب. دائما كنا نحاول أن نفعل هذه المواد الدستورية بقوانين وبإجراءات تجعل من العشيرة قاعدة أمنية، قاعدة اقتصادية، قاعدة مجتمعية. آخر الأبواب التي طرقها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي هو باب شيوخ العشائر عبر مديرية شؤون العشائر المدعومة حكومياً، لعلها تصيب موقفاً يحول عاصفة التظاهرات عنها. لكن الواقع شيء وتمنيات الحكومة شيء آخر عبر ردود الشيوخ الأصلاء الذين رفضوا لقاء عبد المهدي وأعلنوا تأييدهم لثورة تشرين ورفضهم مهلة 45 يوماً التي أعطتها الكتل السياسية للحكومة لإجراء ما تسميه إصلاحات سياسية. أنا بديواني بالقرنة أطالع رايح بغداد لا واصل اجتماع، وإذا أريد أروح أروح علنا أكتب للناس وأنا رايح لين ما بايك بالضوء بالشمس أطلع ليش من وراء العالم. هذا من جانب. الجانب الثاني الشيوخ اللي راحوا يوم أمس وحضروا باجتماع بغداد، الكل يدري أنتم لا تحلون ولا تربطون بالمظاهرات، نضحك على أرواحنا؟ أتحدى واحد بيكم ينزل الشارع التظاهر يسحب الشباب، وأتحدى واحد يمشي حشايته على الشباب، رايحين تفشلون أنفسكم ليش؟ الرد الشعبي في ساحات التظاهر على اجتماع شيوخ العشائر مع عبد المهدي لم يكن أخف وطأة من سابقه، في هتافات أكدت استقلالية الثورة الشعبية التي تطالب بإسقاط النظام السياسي وليس أقل من ذلك. بما أنه جاء تثورون الشيوخ اللي اجتمع بهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يمثلونكم؟ 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 وما حضروا وياكم بالتظاهرات؟ يوم النقاب. هذا رفض الشعبي لكل مخرجات النظام الذي أنتجه الاحتلال منذ عام 2003، وخصوصاً شيوخ العشائر المصنعين حكومياً، يؤكد فشل حكومة عبد المهدي ومن يدعمها في وضع العراقيين مرة أخرى أمام خيار الفوضى أو الصمت. ولعل صيحات هؤلاء أكبر دليل لبداية انعطاق العراقيين من أي تبعية سلبية مهما كانت، وإصرارهم على ولادة العراق الحر المستقل.